السلام عليكم، احنا طلبة فنون تطبيقية قسم تصميم صناعي فرقة تالتة، بنشتغل على مشروع تصميم وحدة تنبيه تفاعلية تفكرنا بالمهام المطلوبة. معايا هنا الشاشة دلوقتي عرض الوقت والتاريخ، بضغط ضغطة على البيزو علشان اخش في مود ان انا اظبط المنبه. البكرة دي بتلف بلفها بظبط الساعات، ماشي، وبضغط ضغطة عشان اظبط الدقايق. ماشي، بضغط ضغطة اريكورد المهمة المطلوبة، بدوس على الزرار الأخضر ده وريكورد ميعاد المحاضرة. بضغط ضغطة، نستنى بقى لما المنبه يرن. كده المنبه رن، بخبطه،